قال الله عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم الابتلاء من سنه هذه الحياه ومن سبل الابتلاء انتشار الاوبئه بين الناس الاوبئه التي تظهر فجاه وتنتشر بسرعه بين الناس بحيث تترك اثارا على اكثر من صعيد على صعيد الانفس على صعيد الممتلكات على صعيد الاحساس بالامن على صعيد التهجير من الاوطان وغير ذلك من الاثار السلبيه التي يمكن لمثل هذه الاوبئه ان تاتي بها خلال التاريخ المسجل للبشريه ظهرت العديد من الاوبئه في بين الناس وتركت اثارا كبيرة وانتشرت بشكل سريع ومبا ومفاجئ على مديات واسعة في رقعة جغرافية كبيرة وانتشارها طبعا كان ينتج أحيانا عن حركة تجارية أحيانا عن طريق السفر عن طريق الغزوات العسكرية وغير ذلك أعطيكم بعض الأمثلة في سنة 165 ميلادية ظهر وباء اخذ عنوان الطاعون الانطوني انتشر بشكل كبير في اوروبا وحصد خمس ملايين انسان هناك في بعض المناطق حصد ثلث السكان واستمر هذا قرابه خمسه عشر سنه في سنه خمسمئه واحد واربعين ظهر طاعون جستنيان هذا اسمه سنة 541 يعني قبل مولد النبي صلى الله عليه واله تقريبا 29 سنة. ظهر هذا الطاعون وانتشر بسرعة في ارجاء الامبراطورية البيزنطية يعني اتجاه تركيا ومناطق اسيا الوسطى وكذا. انتشر هناك حتى في بلاد الشام. وتسبب في وفاة ما بين 25 إلى 50 مليون إنسان. من بينهم قرابة نصف سكان القسطنطينية يعني اسطنبول نصفهم ابيدوا بهذا الطاعون قبل 100 سنة تقريبا سنة 1918 ظهرت الانفلونزا الاسبانية هذا اسمها هذه الانفلونزا ايضا ادت الى موت 25 مليون انسان تقريبا هذا قبل 100 سنة تقريبا في العشرين سنه الاخيره ظهرت العديد من الاوبئه مثل انفلونزا الخنازير انفلونزا الطيور سارس واخيرا الكورونا مثلا لكن ايبولا وغيرها ولكن بحمد الله نجد بان اثار هذه الاوبئه ما عادت مثل السابق تحصد ارواحا باعداد مهوله ثم انتبهوا انت تتحدث عن خمسه وعشرين مليون من مجموع السكان في الكرة الأرضية كم كان مقداره أقل بكثير مما هو عليه اليوم اليوم تتكلم عن سبع مليارات في ذلك الوقت أقل بكثير من هذا العدد وبالتالي لما نتكلم عن خمسين وخمسة وعشرين مليون يعني نسبة كبيرة جدا فما الذي حقيقة جعل مثل هذه النسب تختلف يعني اليوم أخطر هذه الأوبئة التي ظهرت في العشرين سنة الأخيرة هو انفلونزا الخنازير اجلكم الله وهذا حصد ارواح الالاف من البشر ولكن مع هذا اذا تبي تقارن من ناحيه النسبه تجد ان النسبه نسبه الموتى نتيجه هذا الوباء نسبتهم قليله مع سكان الكره الارضيه مقارنه بتلك النسب الضخمه التي كانت تخلفها تلك الاوبئه في القرون الماضيه ما هي اسباب هذا الفارق الكبير في نسب الخسائر البشريه وما هي مسؤولياتنا في اطار التهديد الحالي لتفشي فيروس كورونا واحتمال تحوله الى وباء الى الان لم يعلن انه وباء ولكن هو متفشي في بعض مناطق الكره الارضيه الان ما هي مسؤولياتنا في هذا الاطار؟ ان شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع في الخطبه الثانيه باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد